أهل القرآن، ينبغي على من علمه الله القرآن وفضله على غيره وجعله من أهله وخاصته وممن يتلو كتابه حق تلاوته أن يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاقه حتى يتميز عن غيره من الناس. وحادي آد مهيم أبوه روح إله سبحانه وتعالى قرآن كيس بري كتابك الله سبحانه وتعالى حنباري إلهينا سبحانه وتعالى وكفض لي ضدك كلا وكي لي من أهله وخاصته أهل كيسي يكوي خاص كأوها ضدك كلا وكدورتي روح الله سبحانه وتعالى وكي لي ممن يتلو كتاب الله حق تلاوته هو أخري أيا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا أخرين أيا أخرين تيسي حق أهيد روحا مقام كاس يدرجة ألا أسيي وحم مناسب وآد يآد قهبون إنو كعد بسدو آداب القرآن ككريم كأ أو كنغمو أخلاق دا إليهين أهل القرآن سيودتك كلا أغسو عمو أو قتل ما ناضو أو أي أمو قطو فضلك إيا وناق دتك كلا أغنير يهي وآيو وحاو حنبارسين يهي وحكا قيمة بضان وحدتك كلا أي هايستان وحاو حفظي أو لابتي سوكو قاضي دتك نوو قد بنا يا وحويا وحلا قاضي وحي أغو قيمة بضنا كلام الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيسي أياو حنباري دتك نوو حنبارين يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحاولي خير الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما في البخاري من حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحيدنكو خير بدن كقرآن كبرتا ذاتك نبره هذا القرآن وأحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أهل القرآن هم أهل الله وخاصته رسولك صلى الله عليه وسلم وحويلي إن لله أهلين من الناس إلهي وحولي يا كو أهل الله يا وضتك كلأ وكدح دورتي رسولك صلى الله عليه وسلم مركي لقوي دواء أيو كو وضتك كمضا يا الله وكدورتي نبي وحولي عليه أفضل الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كوى قرآن كأهل كويه كوى سا أهل الله أهل الله إلهي أقار كأه إلهي ضدك كلاو كدح دورتي وكواس هم أهل القرآن ولا ليال هذا معلم القرآن كفى به شرفا وفخرا وكفى به عزا ودرجة معلم كقرآن كرديقيه وحا الشرف يا فضل أغفلا وحا عزي يا درجة أغفلا أنه أهل الله وخاصته هذه ما أنت لغو نسبة يقف بني آدم ومقام يا درجة له وحلقا يا أبا روحين وكلا بلادو وكلا بطبطو لكن رنتي وحا قيمة بدن روح ألا لو نسبة يلو تيري إلا يدو أهل الله وخاصته يا معلم القرآن هذه مقام كاغو ويهي كاسره هذه واحد حنبارتيد حفيده ويهي كلام كقيمها عليه واحد اوغاتا حلكا كسارن انو كوين يهي كددك كلا سارن وايو دي ددك لمد متي ددك او كدوانتاي ما دام انا ددك لمد اهين حلكاغونا حلالك ددك وا كدوان يهي ورسولك صلى الله عليه وسلم وحاويدي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لما انت راعباته نو الاليا نول بو وخبال الراعيو لا امر انو الاليو كلينا واليدين ويدين يا نن ولبا وخي لا راعيه لا امر انو الاليو ايها المعلم وحد راعي كتهود الاليه كتهي رساله اد حنبارته النبي محمد صلى الله عليه وسلم اد كدحشاي وحد الاليه كتهي امضى آت كتابك إلهي قارسين أيسوه يا معلم القرآن
أنت في مقام الدعوة والتعليم مثيد معلن عادية وأنت حيصد قلك بحية لكن وحتى هي داعي تاغن مقام كي دعادة وحتى هي معلم رحلي معلم البشرية جمعاء أمد أوردن معلم كي دي هوري النبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات كرد حشي وحي وحنبار سنائي وديغي لوسو ديبي وحي غا إذن سي دعوة داد حنبار سنتا يقول ليستو سي وحويا رسالة دا ربغا إياد حنبار سنتا يسي في عانا دقوقو داتو سي آد أمد قلوبتو دا قرآن كوچع ليسيسو وحلقا ممارمان آه إناد لغاه لوت كسي فودو آداب تي أخلاق دا أهل القرآن سيعيدتكو كوكو سوهرتان وآني كاقد دين ولا ليال سيعيدوغا فايدي سنو وقت جينا أول أدب من هذه الآداب هي الإخلاص لله وحده أول ما ينبغي للمقرئ أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه آداب توقوه الرئيسة إن مناسبك هو معلمك قرآنك وحوي إن قرآنك هو أخري أيوه إيادتك هو أحبر أيه قرآنك هو أخرين أيوه إنه أولني يودو إلهي سبحانه وتعالى وجهي سيئ رضاها ربي وأن وحك لأولني يون إلهي وحول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة الله وحول جل جلاله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ضدك لما أمر إلا إن إلهي عابدان موية وحك للمفر حال أي أبر احتريان الدين تأي طاعدة حنفاء حال أيهين كوكسو اللي حانيا باطل كأي شرك كأي حمها وردن وتوحيد كي حق أصو إيلانيا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة لما أمر إلهي كالقين عابدان مويان وحك له إيو إني سلاة أوغان وزكاة بحيان وذلك الدين القيمة أي الملة المستقيمة وتا دينتي توصنيد حق أهي إذن لابد من الإخلاص لله وحده قرآن كمركا دقيسو محا هدفك أقو يهي وحول بمقصد يوچي دعيو لي ما الدنيا كو هلباء ما جاهي يمقعي مامل كو هلباء ما حيطا يوچي داد وحلقا مارمان مقصد كأقوين إيا غاية أبو سعطائنا النقطو مرضات الله سبحانه وإيا وحا أدلقى سيد قعنت كوها إيسا ووحا الدنيا أردن بكقيمة بدن وكقالسا ما دام أسيد أيهاي دي وناق إيا مقام خسيدا أسر إيا نيالي دا توهو سي هكو حمين إيا وحاد كشرفتان نيسر ريسو قيمة بدن وآل إخلاص لله وحده فحكال رسولك صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أماش وحيكو أنصح يساؤون نيوينك روح والبو حوليه وحو نيوده شرا وخيرا وحو حلقو قوصدين لقو قادا ونيادة ضدكو مظاهر تقودية أعماش موقتوائي سقمد لكن وحيكو كالدويه ما يقوم بالقلب وحقلبك كقمية وحنيادة لقو قبنيوه وجدد اي هدفك اي ادتك كوكل دويه لكن مو قالك قود تدد قوايس قودمد او كلا سوعي كريميس اذا معلمك قيمها بدن اي غرانيا وحا وحنبارسن يحي قيمه سنه وحا وهي كاولنيون اي قرانك ودغايو الله سبحانه وتعالى درتي غايدي ستا كدغنايا الادب الثاني من هذه الاداب آداب تلباد وحايتاي على المعلم ألا يقصد بإقرائه الدنيا فما يحمله أولى وأعلى من الدنيا بأجمعها الإقراء وأخرسين تيدتك وأخرسين يوحو أخريه مركا معلم كدوشي سوحا إنا نولا قصد أخرين تودتك قرآن كأو أخريه أولا قيمة أولا أمرين الدنيا كجهل إنا نونيون وايو وحو حنبارسين هي ددك او حنبارين ايو
ayaa ka awleysan oo ka sareeya adduunyo oo dhan ba haddii la isu geeyo waxa adduunyo ay goyso ay u dhigantaba ma aha marba haddii adduunyo oo dhammi aanay goyn karayn waxa halkaa uu ku dhigaya ama uu xambaarsan yahay dee inuu niyadiisa adduunyo ku xumeeya ma aha wixii adduunyo soo gelaya ha noqdo wax wasiilo oo tabaca oo aan niyadiisa raad ku lahayn laakiin gaayada iyo maqsadka uu u socdo ee uu u dhibaatoonaya yaanay adduunyo noqon ee ha noqoto lilaahi waxda alimaam annawowi fi tibyaani fi aadaabi xamalati alqur'aan waxa uu ku yidhi waxaan baraarujinayaa oran markii hore baraarujin majliskeenna waxaynu ku sheegnaa waa ishaaraad waa tilmaanu wallabiibu takfiihi lishaara qofka caaqilka ana tilmaantaa ku filan tilmaamaha wax badan oo ka midana waxaan ka soo qaatay kitaabka qiimaha badan ee imaamu nawowi uu qoray atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan waxaan markaa ku baraarujinayaa macalimiinta tani waa ishaaraad iyo tilmaamo laakiin inay lagama maarmaan u tahay macalimka qur'aanka kitaabka inuu dhigto oo uu akhriyo oo uu fahmo atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan imaamu nawowi waxa uu ku yidhi markaa kitaabkiisa atibyaan في آداب حملة القرآن صفحة اللباتن إيه اللح وحويش وينبغي ألا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا وحوها بون معلم كي قرآن كا لغي يكي لغن ييبا إنا نؤلا قصدين قرآن كا ولغا يو أما ولغانا يو إنو كجارو وچيدا كميدا وچيدو إنك الدنيا دا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه ujeedooyinka adduunyo oo ama maal ah ama madaxtinimo ah ama weji ah ama sarrayn uu kaga sarreeyo filkii iyo dadka asxaabtiisa ah aw sanaa'in cinda annaas ama ammaanuu dadka agtooda ku helo aw sarfi wujuuhi annaasi ilayh ama dadka wejiyadooda oo uu ku soo jiito oo atbaac iyo dad fara badan ku helo aw naxwi daalik ama wixii kale la mid ah waa un tusaale waxaa se soo gelaya maqsad kastoo ka mid ah maqaasidiiyo ujeedooyinka adduunyada marka khulaasadu waxa ay tahay qur'aanka aad dhigayso ha u niyoonin ujeeddo ka mid a ujeedooyinka adduunyada ula niyoo lillaahi waxda waayo maqsadka iyo niyadu waa muhiim ambiyaduna umamkooda markay dacwada iyo risaaladda xaqa ah soo gaadhsiinayaan mid walba muxuu ku soo halqabsanayay qul laa asalukum calayhi ajra wax mushqaayad iyo ujuuro idinku weydiisan maayo risaalada iyo dacwada aan idiin soo gudbinayo ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun raacaba allow lahaa kuwa aan mushqaayad idin weydiinayn oo hanoonsan macnaha waxay kulmiyeen hidaayo iyo cadamu su'aali lujra waa hanoonsan yihiin waxna idinma weydiinayaan dee halkee laga helaa waa wax qiimo badan oo aad iyo aad qaali u ah walidaalik qofka ahlulqur'aanka ee sunniga ah ee dadka sunnada iyo diinta iyo qur'aanka ugu baaqaya niyadiisu taa waa inay noqoto lillaahi waxda adduunyadu hadday u timaado tabacan biduuni qasdin dee wax dhibaato ama leh laakiin niyada koowaad iyo hadafkaad u socoto iyo qasadkaaga ugu weyn yuu noqon adduunyo ku hel ee ha noqdo mardaatullaahi subxaanah walidaalika waa garanaysaan dee qur'aanka in wax laga qaataba yacni khilaafka ku jira ahlulcilmiga dhexdooda inkastoo ay jumhuurta culimmadu qabaan dee marka ay baahi iyo dani timaado ruuxiina waxa weeyaan dee qasadkiisa iyo niyadiisii aanay ahayn dee wasiilada uu noloshiisa ku maaraynayaa inaanay mamnuuc ahayn oo ay u bannaan tahay laakiin waxaynu ka hadlaynaa dee heerka ay gaadhay yacni sida culimmadu ay mas'alada uga hadlaan ee ay uga niqaashaan shakina ma laha ruuxu hadduu ka maarmi karayo oo ama dowladii ay dee gacan qabanayso kafaalo qaadayso ama cid ahlulkhayrihi shaki ma laha in sida ugu akmalsan ee ugu awleysan ee ugu dhammayska tiran leh ay tahay iyadoon wax mushqaayada qofka laga qaadin qur'aanka in la baro laakiin dee marka xaaladeena aynu ku jirro kale ay tahay ee dowladku kafaalo qaadayso noloshii macalimiinta maaraynaysa aanay jirin cid ahlulkhayra oo gacan qabanaysa aanay jirin dan baa tidhi in wax laga qaado laakiin waxa weeyaan waxa muhim ah waxaa yar ee ku soo gaadhaya inaanu noqon hadafkiiyo ujeeddada ee uu noqdo wasiilo gaayo inaanu kuu noqon waayo adoo adduunyadii qaadanaya ayaad niyadaada hagaajin kartaa ood sixi kartaa marka waxaynu u jeednaa macalimka qur'aanka usoo kallahaya inuu had iyo jeer tasxiixu niya niyadiisa mar walba saxo oo hagaajiyo
oo ka dhigo mid Ilaahay u barax tiran oo adduunyo ku saabsanayn Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri man ta'allama ilma mimma yubtaga bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah hadith ka musnadki sunanka ku sugan ee Abu Hurayra warinayo Rasuulku waxa uu yiri sallallahu alayhi wa sallam ruuha barta ilmi kam mid ah culumta Ilaahay wajigiisa lagu dalbo waa culumti shariicada ee kitaabka iyo sunnada ruuha u barta la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya isagoon u baranaynin inuu dheef adduunyo ku gaaro mooyo wax kale lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah maalinta qiyaamada jannada urteeda ma helo iska dhaafin u gale ma uriyo hadithki kala waxa waa fi sahih al-jami' min hadith ibn umar man talaba al-'ilma liyubahi bihi al-'ulama aw liyumari bihi as-sufaha aw liyasrif bihi wujuh an-nas ilayhi fahuwa fi an-nar ruha 'ilmiga u barta si uu culimada ugu faano oo ugu moojiyo inuu la cilmiye ama kaba badan yahay ama si uu wax weeyaan sufahadii wax magaratada ugu la murmo ama si uu wajiyada dadka ugu soo jiito oo atbaac badan ugu helo ruuxa maqaasida iyo ujeedooyinka u barta waa fi an-nar naarta ayaa ku sugan ayuu ku sugan yahay nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam labada wuciid ee magoodiyada adag ee xadiis aan nabiga ku soo arooray waxay tilmaamayaan cilmigi sharciga ah ee la baranayay ama dadka la barayay waajibku inuu yahay in niyada xun ee adduunyo laga sifeeyo oo laga ilaaliyo in Ilaahay loo barax tiro oo niyadu ay noqoto khaalisatan li wajhi Allah waxa Imaam Nawawi uu yiri fi kitabihi At-Tibyan safhada 27 وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره مما ينتفع به وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته أرنت مقصدك إخلاصك يا الدنيا نيدا إن أن لقو قبن isagoo ka hadlay Imaam Nawawi waxa uu yiri muallimki ha ka digtoonaado aad ha uga digtoonaado in waxa weeyaan uu qasdo dadka faraha badan ee uu imanayo isku waydaaranayo wuxuu dhigayo inuu qasdo inuu dadka ku farabadsado oo dadka kale ugu faano oo yiraa bal intaan haye eeg iyo waxa ay imanaya ha ka digtoonaado hana ka digtoonaado inuu noco kuwa waxa weeyaan quraanka ku dul akhrinaya ee isaga ka faa'iideysanaya yaani ha iska ilaaliyo inuu karaayeesto inay cid kalena ku soo akhriyaan oo ka faa'iideystaan macnaha yaanu karaayeesanin ka quraanka isaga ku dul akhriyo oo saxaya cid kalena inuu tago quraanka ka soo dhigto taayaanu nicin waayo waxa uu dhitaa waa musibo muallimiinta juhaal shaabadkood lagu imtixaamo lagu ibtileeyay waxaan astaaniye daliil u tahay niyi xumada qofka sidaa sameynaya macnaa wuxuu tilmaamayaa Imaam Nawawi ardaygii adiga wax ka dhiganayay tii qof kale uu arko faa'iidana inuu ka soo faa'iideysto hanicin waayo hadaad lillaahi tahay adiga qasadkaagu inaad u faa'iideyso ahaayo waad u faa'iideysaa haduu faa'iidadii meel kale ka sii kororsanayo tii maxaad ugu diideysaa hadaan adigu u jeedo xun lahayn marka ala kullin waxa uu tilmaamay uu yiri arinta noocaas ah ruuxu inuu doono ardayga isaga inuu isku koobo cid kale aan u tagin waxay astaan cad u tahay baa uu yiri niyi xumada macallinka sidaa sameynaya iyo xumaan inuu hoosta ku haysto macna xumaanta wuxuu uga jeedaa niyadiisu in aanay Ilaahay u barax tirayn oo wax kale barxay oo wax kale uu ku jiro markaas ay Imaam Nawawi waxa uu soo naqliyay hadalkii Imaam Shaafici oo waxa uu yiri Imaam Shaafici waxa uu yiri وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم يعني علمه وكتبه على ألا ينسب إلي منه على ألا ينسب إلي حرف منه وحول إمام الشافعي وحويري وحن شعلا ضي خلق قول دمي إن علم جيغا إيا كتبت إيضا وضبرتان إيضو هل حرف أني أن ليسو تيريني أقول له أرني شافعي بايري الله أكبر معناه وحوة الماما يا هدفك إمامك وحويه أمده إنه هنونطي حق أي براته
لكن هذا في سماع الشافعي بايدي سيادات فربضان إنك النيات كأنك كبضان بركا وحي إمامك ويدي وحن آدو تشعال هاي أمضو إنا يكتب تيدي علم يقول دنو دبرته هل حرف كم دانا أن أنا قال الله إيسو تيرون وشافعي بايدي أن لغران معنى هدني مراد كمله شافعي بايدي لكن وحن دني مراد كلاي هاي أمضو إنا يهانونتي هقاكتو معلمك قرآنكو هدف كيسو كاوا إنو النقضة وأنو يراه ده أنا جهدف كيجو وأن قرآن كله برتو أو قرآن كيو هيرجلو هجاجو أنا جو حوي أنا أما أنا جه الله يكبرتو أما عد كله الله كبرتو غضب كسد حاد الأدب الثالث من هذه الآداب وحوي حسن خلق المعلم مع المتعلم معلم كقرآن كحمبارسن إدت كبرية وإن دقن كيسي وانا أخلاق ديسو أي وناكسناتو ولبك وحكبران أيو وحوردق أيو دقن وناكسن وإنو كلا دقمو إيا أخلاق وناكسن إمام النووي وحو كود في التبيان صفحة لباتن إيا السقال وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخلال الحميد والشيم المرضية التي أرشده الله إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها وعد معلم كوحا مناسب ووها بون إنو كدقمو أخلاقيات كوناكسن شرعك كسو أروري إنو كتوسنادو أو كدقموي ساسا ووها بون أخلاقيات كوناكسن وآه كو إلهي سبحانه وتعالى وكهنونيي إددك ووت المامو وغياري وآي كمتهي الدنيا ده إنه يستجز زاهدو يا رئيسته ومعلم القرآن وحباء الدنيا كإنه آدو قتعلق ويوحو هايستا وحو البكا قيمة بضن إلهينا سبحانه وتعالى وحيو وقري وقاضي لكن تعلق بدن زائدة إنه الدنيا ده كسامين وعدم المبالاة بها وبأهلها إيو معلم كقرآنك إنه الدنيا ده iy cid ehelka u haya haystaba midna inaanu daniyo muraad ka gelin waanu aabayeelin waxa xaqiiqa ah muallimul quraan haduu sida ku sifoobo inuu yeelanayo sharaf iyo karaamo laakiin haduu adduunyada ku tacaluqo oo ehelkeeda u daneeyo uu duloobaya darajadiisuna hoos bay u dhacaysaa wana xaqiiqa jirta maanta zamanka aynu noolahay yaani dadka qaar kood tacaluqa adduunyada iy ehel keda ay ku sameeyayaan qadarku isagu lahaa iy qadarkii quraanka lagu yaqaanayba waxba u dhimaasa ruuxuna iyadoo ilaahay karaameeyay inuu is ehaaneeyo meel xun is dhiga ma aha wixii alla ku qoray sharaf baad ku qaadanaysaa iy wanaag laakiin quraanka aad xambaarsan tahay iy naftaada hadduleyna darajo iyo kor u qaad way hadadihaana isbada adoo oo sabab isugu noqoto cidina ku karaameen mays ومن يهن الله فما له من مكرم لكن قرآن كهذا تعظيم سود وينيسو وهل كي كهبون آد دكتو أذيقنا إلهي وكوينين يا أو كرفعنا يا جزاء وفاقا والجزاء من جنس العمل مركا أهل القرآن وين إلهي كقعب صودان قرآن كأي حمبارسين هنا يددك أردقيان وأي حرميان وأي قدريان وأدنيا ذا يا أوساخ ذا آني وحويان كحمين وأي كفقيان الدنيا دو تأتيك وهي الراغمة الدنيا دونيسا يسوق الدليسن أو كذا بس عدد أرك لكن هذا فكر دكان هذا فكر دكاتو هذا ود اللوبية واحد حمبار سنيد نود دلينيسا لكن مركز نفط هذا شرفته إد قرآن كشرفته إد أوجاتو ذات كالدنيا ده إيه مال كقروح ده بدن له أدو ينتكسر رئيسه يجو الدليسن إيه كويمان لكن ما أنت واحد وقتين معلمين فر بدن يعني يجي بقى الدنيا ده يأهل كده الضبص عضه مركز سوا حضر كيسا يعني في بعض الأحيان أما في بعض الأماكن قرآنك جوبها أولها أيهم تمرك الله شيء قو الشرف إيه كرامة كلها مركز قفك يسقو طالب دون يو هل كاتشوب تكو وي ماتو لكن مركز عادي جي الضبص عضه تقول جي وقتك تو علمه يرى إيه والدك إيه ضمرك مدنا عنك حرمين اللي نقول جي سعدي عادا وقتك إيه يعني وحوي يعني كرامة الله هيدا معلمه هي كرامة القرآن لها وحيابه فربنا بهوس الرعية وحيابها صورنا وحيابها السبب يا وحوي تعلق الدنيا ده فراه بدن له
لكن واحد أوجاتا جابت هذا أشوكته القرآن لوجو تلاج علي قف كويسة جاب بهان هدو كوجو إيمان لها هذا سيدا دون تو حكمين يوهو جامنية هذا نظام كاو كخص بيا وهذاك تهيو قف كهل كيس مرك لوجو تلاجو ميلا ما مولك را جوريسي بابا دوجو تكتم ما مولك كرتي مهرديسي جوريسي ما تحكمي كرتي لكن مكان كي القرآن كلها قف كوجي ما دهورته وكو باني أدو ما باني مرك وكوي ما ده استجاب بهانا دي أسلوب كي آداب القرآن لها بعد مرينا صح مرك وقت سالون لكن هو مثال كم إذا أمثلة ترى ده بدل له يعني ما أنت يعني كين إيسا معلن كي القرآن كأيوه الحبار صنابة هل كي وتجنا إنه هاسق صير نوع ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمة أنت بدلنا واحد مرخاتكتي ضد كا القرآن كلا لضد بس عضا ميل مجادا يعني ضد كمدارس القرآن كله قلي هو جرن كرا أما ما مل هالنقطة أما معلمين هالنقطة ضد كلوجين إياه كل بمية لوج تليا متى بقليا لكن ضد كإياه وباهن جوبتي سيا معلم كيس يا مامل كيس أو إيمان إياه ضد بس عضا ويهير قليا نوي ويه هنا قاضيا وهاي مركي ويرت هاي ترتن كي إياه تنافس كي إياه قرآن كا أنت سو أرضي بالله ترتميا كان سوحوا هاي استعين أنا وحوا كمغنين اللي سجل لوي مدي ولا ريال حسن الخلق مع المتعلم ومهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن الذي أنزل الله عليه القرآن إلهي وحكو أمانه كويلي وإنك لعلى خلق عظيم نبي الله وحات كدل سوغانتهي دقن إيا خلق وين أو وناكسن خلق الله أماني مستر كيسو ملك لما هو من القرآن ويا عائشة مركي لويدية وحيث كان خلقه القرآن دقن كيسي أخلاق ديسو قرآن كياهي من حسن الخلق دقن وناق وحكا مدأه الكلمة الطيبة هذا الكوناك سن ويا رسولك صلى الله عليه وسلم وحيودي الكلمة الطيبة صدقة كلمة دواناك سن وصدقه إلهينا وحولي وقولوا للناس حسنا دتك وناك ويراهض وكل أضلاء وحدة مهمة معلم كقرآن هذا الكو أرضي قوديك يا كل أحد لا يأين النقض هذا الهجاكسن بحلاقي يا بمعلمين تقاركود هذا الحن يهيف يهروف يعنان يعيبا كده عسى مرة كقاركود أرنت النوع عاسي هنا أرضي جينا رياض بكل هذا وأرضي جينا مركز هذا الحن كتير هذا ويسامين إسا والد كير رياض بكل هذا ويا أرضي جنوا حاشي عضو وحي أتكو قرتا جوريكو كم وغنيا كلمة دو معلم كويرا هذي اللي وحولو معلم كويرا صحبو هاي استاي وحورنا يا هو يا أما أبو معلم كي سيدنو يقولي ده هذا الحنا دات كصوت لي والد كيو حنا أقسم بكو يمن يواني وارجنا مركا معلم كصوت ما يحبونه إن مركا هربا إنه كفير صدو هذا الكأف كيس كصوت بحيا اللي ما هم معلم وكلي ومربي وبرباري أرضي جن وحاشي عضو وحي أدمان تكو قرتو أم بكو قرمية إذن هذا الكاس وبحيات كل هذا ليسو هي فعل كوكا أركيو انتبا هجاتي أوها حمين إلا هو درس عملي وكا قد يانيو مركا دقوناقي وحا كمدأ معلنكو هذا الكيس إنو هجاتيو أو كإلاليو وحي دي القافة أما دو دراء أما أنوناك سنين إنو أفكيس كإلاليو وحكم دعاه من آداب المعلم الرفق بطالبه آداب معلمك وحكم دعاه إنو أرديه سأون حريستو ودبع سنادو رحمة أموتيوه معلمك سينو هروسو شاقني وحاملو رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وحوحن بارسيه رسالة دي النبي محمد لوسو ديبئو الدعوة ديئة قرآن كي بوحن بارسيه سنة دي بوحن بارسيه نبي قد دعوتي سنة دعوتنا حريصات بها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسولكنا صلى الله عليه وسلم حولي إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه وفي لفظ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رسولك صلى الله عليه وسلم حولي المام كما في مسلم من حديث عائشة إلى هين يهمت رفيق وأن حريص بدن والدبع بدن أو تشعل وحويا دبع سنانتا إيا الرحمدة إلهي وحكب حيا الرحمدة دبع سنانتا
waxaanu ku bixin cunfiga iyo culayska iyo kakanaanta iyo shiddada iyo adayga. Waxaa kaloo Rasuulku yiri sallallahu calayhi wasallam, rifqiga iyo dabacsanaanta iyo raxmaddu shay ma ahaato ilaa way qurxisaa, shayna lagama siibo ilaa way foolxumaysaa. Haddaba mucallimku waa inuu noqdo rafiiqan bitaalibih, mid u dabacsan ardaygiis. لأن المعلم كالطبيب للمريض وهي معلم كوح أردي قوية هي سيدا نختارك وقفك بكوية هي نختارك وادون نغض قفقا لفسا أو علص أو عنفي هي عنام بضن تقفك حنوسني وحبك دي في مايو كفا إيدي مايو وحال الربا إن أنو حنونك وقدر حنونك لأو عنان إي عنفي إي عليسا سيدا وكال أردي قا دي عذرك هي هو جهلي إن أتكسارته مركا حنونك كولي مدي جهلي قاها ee haydinaad uga saarto si dabacsan oo rifqi ah de culays iyo cunfi waa inaad ku darin ee raxiim aad noqoto. Imaam an-Nawawi waxa uu ku yiri fi tibyaan safhada sadanaad, wayanbaghi lahu an yarfuqa biman yaqra'u alayhi wa an yurahhiba bihi wa yuxsina ilayhi bixasabi xaali. Wuxuu yihi mucallimka waxa munaasab u ah inuu u dhibarsanaado u dabacsanaado cidda qur'aanka ku dul akhriya see uu waxa weeyaan ka saxayo iyo inuu soo dhaweeyo iyo inuu u samafalo ruux walba sida xaalkiisa ku habboon. Ilaa odaygii baa ku imanaya, islaantii baa ku imanaysa, inankii baa ku imanaya, inantii baa ku imanaysa, caruur iyo ciroolaba waa lagu imanaya, qur-aanka waa loo wada baahay. Marka ruux walba wixii ku munaasaba inaad kula mucaamalooto ayaa muhiim ah. ولأهمية الرفق في التعليم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم للمعلمين كما في صحيح الجامع عن ابن عباس. دبع سنان تعلين تأيي واحد لغشاء يعني لغستا لغا يو قرآن كأيي الدين تا رفق إن وحلا قد لغو مهمة دا أيلي دا هاي درتيد أيا رسول كو كولاد دردار من عدة واحد لغيسا رفق إيي دبع سنان تا وحديث كصحيح الجامعة كسوغني عبد الله بن عباس ورين أيو رسول كو حولي صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا وحبرا دادك دبعية أوفضو دايا وها عسليننا إلا قرآن كاللفتيسي ayaa qofna qofkii uu dhagax kaga dhigaya qofna u dabcinaya. Waxa looga jeedaa taa quraanka marnaba la tasaahuli maayo xaqiisa waa la marinaya oo xuruuftiisa iyo xarakaadkiisa iyo xuquuqdiisa waxba lagu gaboodfali maayo laga gaabin maayo. Laakiin de waxa kala duwan qof si qallafsan u saxaya iyo qof si dhibirsan oo dabacsan oo raxmad la u saxaya isagoo laxnigii aan u dhaafayn oo u saamaxayn ayuu haddana si sahlan u saxaya. مركا علموا ويسروا وحبرا فضيديا وها كعسليننا دتك اللي دين تاديك لو يكددي ولا تعصروا ها عسليننا وبشروا ولا تنفروا وبشاري او دتك الدين تها كدديننا واذا غضب احدكم فليسكت متكين مركا وعرودنا ها مسوافكي ساهيستو واي هدو عركو هدلو وحا سورودو وحان هبونين او كو هدلو وافكي سو كسوبخو مركا معلمك هدو عرودو afkaaga iska hayso. Haddii kale waxa laga yaabaa inaad meel ka dhac ku hadasho, hadhowna de hooyo iyo aabe la gaadhsiiyo waa ceeb, adigana fadeexad bay kugu tahay. Marka haddaad cadhooto, dariiqada ugu habboon afkaaga iska hayso kelmadiyay kaa soo bixi. Gacan inaad qaadana hadalkeedaba daah, waayo adoo caraysan haddaad gacan qaado dee waxyeel la geysanaysa. Ilaan garaaciddu hadday ta'diib ahayd waxa laga yaabaa edbintii inay dhaafto oo dee laf aad jabisa ama cad aad goysood wax yeesho. marka adoo cadhaysan afkaaga iyo adinkaaga labadaba ilaali, laana cadhada shaydaan baa ku lamaan oo dee wuu ku tallaabinayo waad xadgudbaysaa. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول القدوة الذي علم البشرية أجمع. نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ومعلم كأني هوري وهجاميه إني هوري نكدين إني اقتصاله يقدوة إنه وكي بشر كأوردن معلم الخير وها خير كبري. وقد ضرب في ذلك أروع الأمثلة رحمة يدبع سنانتا إيا رفقي أنا رسولكو تصالياش أقول لياب كبضنا أي كبحيي ووحوي النبي صلى الله عليه وسلم السمي ونكي رباديها هاي مساجد كالنبي كادد كقبطي يعني جهل ياقون دردرتين saxaabadu markay kula boodeen wuxuu yiri dacuuhu laa tusrimuu wardaaya ha ku goynina ha dhammaysto waa raxmad rasuulka sallallahu calayhi wasalam sifaadkiisa ka mid a markii uu dhammaystay
أيو لا أريق على بوله دلوا من ماء وركاديدي سوادان بياء وكشبة أنت هسأطها روعة روج جن يدي وحنا ما يقولين مساجد النبي جي دعيد ناس ويسكاها عيد دنا هالكي نجاسة كود عدي بياء كبدنا هذي لا بشبة ده أنت هسأطها روعة الشرط ما هين لا نقل يلا قضو ده وحلو بعدي معها مركا رسولك صلى الله عليه وسلم ننكي أي صحابة كود وادين إن كل بودان يكاديد كجويان وردايه بودي فرها كقاضة واي هدي كل بودي لهاين مفسدة مفسدة كوي إنه ويكدل لنا لهاي ده دين ترى وكدي دلها مفسدة وإنت ويكبل لنا لهاي دو إما كمل كلي وكادي دكوا يا لكن ده مساجد كورا إن طلنا دقاقو أي نجاسة وده جاري لهاي مركزين نجاسة عام نقول لهاي هل كمل كلي جار كجاهي دين ترى وحلاقة يا بدين وكدي دو دب عنو وجسوهيرن وعنو وجسوه جاجين مركز الله بدي بوح حلاقة قبل بادي إسكت داية داء النبي قولي صلى الله عليه وسلم ولذلك في بعض الروايات وحكوا أرورين كاسين ويلي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا إلهي وأنجي محمد الله نحريص الروح كله نحريصا مركز رسول كوري لقد حجرت واسعة وح إلهي بلادي أياد عليلي دي دير رحمة دي إلهي دات كوردم ويديق سايم حاد عليلي يساوي لكن وحا نقص عضا يعني رحمة دي رسول كصدو آدي آد كأغفر حي أياد كوك اللي افتي هذا الكاس إذن قف كمعلم كقرآن كرديجا يا وداعي وطبيب ودختر قف كهو حرديجا يا وقف مريضه بكو دي جهل كبكا وعذر كجاهل لماذا إنه كسر له دون يو تسد بعسان أو رحمة لواين وقصاره وحكى له مثال وقف لنا نك مركز وحكون إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر وحكون ورنيه مساجد دن قرون كان إيا النجاسة لكم بنانا وحلوغو تلقى ليؤون صلاة إيا تصبيح إيا أذكار إيا قرآن ساسوغو شاغي مثالك كلاوة حديث كي معاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة معاوية مركو صلاة دحل يدي كوهد لي صلاة دي مركو كبحي وحيولي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما والله وحاولي النبي صلى الله عليه وسلم إساقه ارتي يد بديتون ولقي ما أرق عدك التعليم وناكسن فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني والله وحويا إما هروف أو إما هيف أو إما عاين إما نقراع وحويه يريون إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وحلو ورسالة هذا الكددك كما بنانا انت سوي يريون الشاهد من هذا الحديث دي السحابي قالتك كدعي كلمو بود رسولك يا سيدقن أيوه وحوق الشيغي سترتيب أو الدقن أيوه وحوق الشيغي مثالك كالوحوي المجامع في رمضان يعني كي رمضان تردحذي إذا جماعة كرعي رسولك ويمد صلى الله عليه وسلم يساقوا لي هلكت يا رسول الله رسولك ألوان هلاك سمي قيل وما قال وما أهلكك ومحاكو هلاقي وحول وقعت على امرأتي في نهار رمضان رسولك صلى الله عليه وسلم ما هي فين من هو فين هذا الحنكم أوران محاكو كل فين أوران وحوط المامايون وحي مناسب ككوها الدودة وها قار محورين كرتا وحوري مايا لباب بلاد حديد مسومي كرتا وحوري مايا لحدا مسكين مقودين كرتا مايا هل كيف يسكت فريسي سقو فرج سقية طيب النبي صدقات بالله كأني صدقات يمرك الله كأني ayaa waxa weeyaan uu ku yiri hadaba qaad sadaqadan oo lixdan miskiin ku soo qoodi waxa uu ku yiri ala afqara minna oo macid annaka naga liidataan siya wallahi ma bayna labaytaha ahlu baytin afqaru minna wallahi madina labadeeda dacal kuma sugna inta u dhaxaysa reer guri degan oo annaka maanta naga liita nabigu intuu dhoola cadeeyo qoslay ayuu rukhuhu fa at'imhu ahlak warorodo qaado reerkaaga si wa rahmatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam فعلى أمثلة أوصو قادلين إن معلمك النقض رحيما بطالبه من أردقي سأون حريصة إمام النووي حوكود في التبيان وينبغي أن يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده وحاوها بون معلمك أردقين وغن حريصته أد بعسناده وأدنه سيدنتي سأؤلاليه سيدا أدريه ليدنت معلمك ليه هي الضناها يعني عرورتيس وحاول إمامك
ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه وحا أرضيك ومعلمك كي يلي يأو مرسين يأون ماشي إلمه سو مرسين لها معلم نحريست أو نحريسان أيو إيا سيدة دنتي سو وجود داليو معناها معلمك إلمها ودالي إيو والدك أو يهي حالك وإلمها مرين أيو ون أرضيكي سها مريو وأيو دي أرضيك نوا إلمه سي أوكالي ومعلم كوا آبه آبه روحي هاوي آبها نصب كيكو دالي هدوية أبوك في النصب معلم كنوا آبها الروحي جاها إلا الروح ذا دي قلب جاها أي دين تي طاعدة ككرينية مركا سيدا إلمه سهولا رغم أردقي سمعلم والصبر على جفائه وسوء أدبه هناك الصبر وحويا قوينتا وأردق قوينة يا أما إذا بدره كسمينا يو إلا أردقي وحول بوي كاقص وبحيا ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحياء وأنا ينو وقل عذر دارا إذا بدره كبع عيسى أردق مركا قاركوت فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إن كان صغير السن ويروح وحوباً لغاية نقصان يقف قار أهان مرك ويريح وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وحوها بون إنو نفتي سلتش علاضو إنو وحمشي دا أردقي سإنو لتش علاضو وحمعلك نفتي سلتش علي خيرا وأن يكره له ما يكره لنفسه إنو ونعو وحو نفتي سونع شرعي حمانا سيدا رسولك بويري صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه إمام الآجر نوح وكوري في أخلاق حملة القرآن صفحة وحوي أن كنت يصدح وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ فيه أو غلط ألا يعنفه وأن يرفق به وحوها بون قفك معلنك قرآن ككد الأخر يا خلدماء مقفا إن أنو عنان يعنف يعليس كل رقمين إيوون حريسته ولا يجفو عليه إن أنو كقلف سنان ودبع سناده فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه وبالحرية ألا يعود إلى المسجد ويوحي الإمام الآجري كآمن نقن ما يؤوح صورة قلعة إنتو معلن كي كقلف سناده إنو كدده ومساجد كبا أنو ديبو سوقلي ودينتي ووصلاك كدده الله أكبر وإمام مجرب والرحيم هذا الكيسيوي وحا صورة قلعة أرضي غمركو قل دمي أتكلبو دي ديد مضاو كاقادو إن أنا معلم قرآن وضمبة هي قرآن ضمبة ما لغو هذا الحياة إن أنا كسو هيرانو أنا كسو هجاجين بلغي يابا سو مركز صورة قال معها هل كات قرآن كربي ديت ككش على يسين لهيد يعني كدي لهيد ديت كسو هيرتو كسو هجاجا إن أتصابه بون نقطتين لقط ديت صورة قال معها مركز أيان درك وين مي يشرتا روحه هل كودت كقرآن كإلهي كش على يسين لها إنه الصواب بون نقطة إن النعان سو يعني خسارة وين ما إذا معلم القرآن وإنه آد وجدك تونادو إنه السبب النقضه قرآن كإلا النوع وإنه كده ده عليه سبب تيس قرآن كلا بتش على هذا ما هم معلم ككرتدا إياه كفاء أضله كأقول علوس إياه أقول جراعيد إياه جعنته كله تذكر قاركودو حلقة يا بيني موديان شخصية دقف كإياه قف نمدي سئن لبص وحوق إياه أود لقو مصه معلم واحد ركى سوي لي جانق عن قادم هذا أنا هالكامر كوكس وقلو شب أنا أرضي هدلي معلم واحد ركى ساقو ذاك هو يقول كأندي جين ولي جي هذا أنا أي نفط أو كأنه هدوس سدا وشيت سدا لقى يابين هذا الحمق ضبط وريا مركا أوشا يحوجا وحبل لقوما ضبطيو وحوح لقو ضبطيا والنظام كا هي أرضي جو إنه كتش على ذو قلب جاقة وقلو كل مركا ورك المدة ساعات بلا يقش يا مركا سقال كي روعان بلابي ربع باي هاري خمس دقائق بهالكن لديك لكن وقتك يقران إلى شنيا هل قدوم ما كسو كوبيا ويير ديري دي مركا ربعي حق هوري نقا قواي ايان قلاهان وقا قادن ايا قدوم كان كسو كوبيا وحوي هاي استقيموا يا أهل القرآن على القرآن أهل القرآن كيو قرآن ككتو سنادا مركا ساد بركة يوناك بدن هليسا توسنانتو ومهم إلهينا سبحانه وتعالى أمر أي النبي سكسيي أمدي سنة تبع بيكتو وكقد ينسى إلهي وحول سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير إلهي وحول توسنو نبي الله كما أمرت سيد الله فري الله أمري أتوسنو أدقى إيو ومن تاب معك وطوبتك يعني اللي تركا غيك الراعي ولا تضغوا أحد قد بنا ودبر كهب قوصننا
إنه بما تعملون بصير ويا الله سبحانه وتعالى واحد سمين إنسان وامضوا أرق بدن آيات وحى كتير أمر إيه نهي إيه وعد إيه وعيد أمر با كتير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك نبي محمد إيه أنت الرعضيبة أمر وحى لبسية توصنان نهي با كتير ولا تضغوا وحلو ديدي إن يحد قدبان واستقامة كبيران وشريعة كتلاب سدان وكحد قدبان وحلقوا قبل قبل وعد يوعيدوا إنه بما تعملون بصير إلهي وأرك يا وحى سمي نيسا وأرك يا وحى كدل نيسا تقف كي توصنا دنا مرة دو أرك يو أبا المريون أكسن بوسين يو وعدي قف كي طغيان يحد قدب سمينا إلا هو أرك يا دو عقاب يا وعذاب كدم بيا مركا وعد ووعيد هذه الآية وآيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرضك سوصاري ورسولك صلى الله عليه وسلم وحول شيبتني يهود وأخواتها وحيق عرهيسي وعرهيق سوصاري يهود إيا ولا له صور كلمتك قبل المشيب انت أنا قاعدين حلق عرهذا روايتك قاركود وحي حسين أخواتك هو المرسلات إيا عما يتساءلون إيا إذا الشمس كورت إيا صور كلمتك يا قيامة يا أهواش إذا الله بشر يا دباتوين كدع دونا وحوري ابن القيم الذي شيب النبي من هود وهو قوله تعالى فاستقم كما أمرت نبي جوحي كعير رئيسية سورة هود كسرنا وأيضا فاستقم كما أمرت ويا لما هرنا فاستقم أوحى لي كما أمرت ما هصدع دونته صدع الله بفرع أتوصنو استقامة لا تكون عن هوى استقامته ما هو ذا دي سيدا دونتو يوا سيدا لغو فري سيدا لغو أمري أيادو توسنانيسا على حسب الأمر والنهي ابن عباس نوحوي رضي الله عنهما ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية كانت أشد ولا أشق من قوله تعالى فاستقم كما أمرت وعودي كمي سودق النبي محمد آية كغل عليسي أضيق بضن هذا الكأل لويدي فاستقم كما أمرت أيها المعلم وحي النبي قال لفري والله فري وحي العرصبة كسارا فاستقم كما أمرت خذوا أوامره واتركوا نواهيه وقفوا عند حدوده وشرائعه وتمعنوا في معانيه وتدبروا في أسراره ومكنوناته هذا بقرآن أوامرتي سقاط وحيابه ريبي كتغا حدودي سا إسأكتاقوها كقدبنا وفي رصدة وكتدبرة معاني ذا إيه أسرار تكجرتا إيه وحنبار سيهي تاسينا وحايدين كسورتا قليسا سيدا حروف تيسا الله حفظي معاني ذا سنة إن الله برطو ووقت لغو بحيو معلم القرآن وينو تصالكو نغضو قدشد واجباتك وشمع إيه صفك آن عدوغا صهري وينو تصالكو نغضو ترك المحرمات وحيابها اللي نغا حرمي اللي نود ديدي ويساقتكو وينو تصالك النقطة المواظبة على السنن سننتا هذه صنتا هي هذه صدقتا هي هذه صلاتا هي با دوام كود يشوك تنتودا وينو تصالك النقطة ويا رسولك صلى الله عليه وسلم وحول كما في مسلم من حديث أبي مالك الأشعري والقرآن حجة لك أو عليك قرآنك أما حجوك ويهي أما حجوك ويهي حجا أيوك ويهي هذا تكون نقنته حجا أيوك ويهي هذا تكون نقم ويده كان صدر هذه الأمة يحرصون على العمل أكثر من العلم ومدن بلو قيدي هوري وحي آدو قد دالي ترين عمل فالك سكبضا دالك وهي أن علمك إيبرا شديس ومعناها قفكو إنف علم فربضا إنو حنبارتو وحو قد دال بدنا هورتا إنت دكتي سكسو دعداء ومقلو إنو كل رقمو كتوسنا دي تعاليم تيد ابن عمر وحل شيقا أنه مكث على حفظ البقرة 8 سنين سديت سنضود إنو كسقنا حفظ انت سورة البقرة أيان لوريا عبد الله بن عمر دي سديت سنضودنا حروف سورة البقرة انت لمو قادنة وأحكامت أي حنبار سنت أي حدود دي أوامرت دي النواهي دي أنا سنوحة ويلي كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا قف كان نغمد كي وحو ها مد مر هدو بقري آل عمران اخريو انده هيغ كو ويناده هبل البقري آل عمران بو يقانا وايو علمي اكتو دقيمه لا لها ان كان وحا لغا يابا 114 كي اسقو بقري الى برب الناس دين عا او غبخاي ان ان وحوين لا اهي
waayo waxay ku xiran tahay hadba ummada agteeda qiimaha uu quraanku ku leeyahay marka uu weyn yahay qofka suurad kamida barta hadii agtooda waa ku weyn laakiin ummada quraanka haday wax caadi ah baa aragto oo laba weynayn de ka xafidiya ka kala waa isugu mid oo kala ma kala duwana abdullah ibn umar waxa uu yiri kunna sadra hadhihi al-umma wa kana ar-rajulu min khiyari ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma ma'ahu illa sura min al-quran aw shibhu dhalik waxa uu yiri waxaanu ahayn ummadan bilowgeedii baanu ahayn waxaanu ahaa nin kamida ashaabta rasuulka raga ugu qiimaha badan leh midkood wuxuu ahaa mid aan suurad ama wax lamida mooyee wax kale baan quraanka ka hayn wuxuu yiri wa kana al-quran thaqilan alayhim wa ruziqu al-amala bih quraanku waa ku cuslaa ma aha yani wuu ku adkaayo way xafidi kari waaye waa maqaamkiisa iyo darajadiisa ku weynayd quraanka markaasaa waxaa lagu arsaaqay camal falkiis inay ku camal falaa marka dee waa kala duwan tahay qof xuruuftiisa tirsanaya halkeed gaadhay iyo qof camalkiisa tirsanaya maxaad ku dhaqantay dee way kala culus yihiin marka maadaama camal ay ku xisaabtamayaan quraanku waa ku cuslaa waxa uu yiri waa inna aakhira hadihi al-umma laakin ummadan aakhirkeeda yukhaffafu alayhim al-quraan quraanka waa loo sahlayaa oo xuruuftiisa inay xafidaan baa la fududaanaysaa حتى يقرأه السبي والعجمي فلا يعملون به إلا السبي يك عجمي جباء آخريان وهذا أنا يكون عمل فلن حسن البصري نوح عليه رحمة الله والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل وعلو والله قرآن كالتدبر كيس يوفر سشدي سمعها إن حروف تيسا لحفظه حدودي سنة لضيعه midkood waxa waranaya quraankii waa wada akhriyay akhlaaqdiisa iyo amalkiisana kama muuqdo oo laga dheehan maayo oo mid ka muuqda maaha quraanka dhaqankiisa abu abdurrahman as-sulami waxa uu yiri xadathana alladina kanuu yuqri'uuna al-quraan ka uthman ibn affan wa abdullah ibn mas'ud wa ghayrihima waxay noo sheegeen kuwii quraanka noo akhri jiray ee soo gaarsiiyay saxaabadii qiimaha badnaa ee uthman ibn affan iyo ibn mas'ud iyo raggii lamidka ahaa أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وحيد وحي نوشي يقين رقا رقي إن يا هايون كوين نبيك هدي طبان آيادوت كدكتان طبان كان كتلابسا هرت إلا أي طبان كوبان أو حفظان وحا علم إي عمل إي أحكام كجرته وحيد مركا waxaanu wada baranay quraankii iyo amal falkiisii oo wada socda oo aan kala harsanayn inakana mushkilada inagu dhacday waxa weeye ee quraankii iyo amal falkiisii baa kala harsan oo aan wada socon walaalayaal aniga soo koobayo waqtigu ina hayo abdullah ibn mas'ud waxa uu yiri yanbaghi li hamil alquran an yu'rafa bi laylihi idha an-nasu na'imun وبنهاره إذا الناس مفطرون وبورعه إذا الناس يخلطون وبتواضعه إذا الناس يختالون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبسمته إذا الناس يخوضون وحويري وححبون قفك قرآن كحنبار سنة حفظي إن لغو قرتها بين كيس قيام كي قيام ليل كو تاغن يهي مركي يدتكو يسكفر دان مالنتي لغو قرتو soomka uu soomay yahay dadku markay cuntada iska cunayaan iska cabaya halaal miiradkiisa lagu aqoonsado dadku markay halaal iyo xaraam bay isku darsanaya isdhundhigiisa iyo deganaashiisa lagu garto dadku markay isqaad qaadayaan ay kibrayaan murugadiisa lagu garto dadku markay ay farxayaan oohintiisa lagu garto dadku markay ay qoslayaan aamuskiisa in lagu aqoonsado dadku markay ay baadilka iyo xumaha iska dhexdabaalanayaan dhinac walba u qaadayaan إذن يا حامل القرآن وحواجب أه إن صاحب القرآن وكتو سناد القرآن أو إساق أخلاق دا القرآن كو أي كم وقته ودقن كيسو أو كم وقته مركا ومعلم القرآن نقضى قفكو عمل فلا يا قرآن كو ديغا يو أي وحدقستي سنة أي دافية وناقية لنيسا مرها وصو سارانا أي موقانيا إفي آخر بنا وكنا بدقليا ولا ليال waxaan ku soo gunaanadayaa oo ku soo gabagabeynayaa muallim alquraan horta waa ashrafu naasi wadiifatan shaqada uu hayaa waa ninka dadka ugu shaqo wanaagsan waayo waa nin hadalkii ilaahay ka shaqeynaya de kalaamullah nin inuu adeego u khidmeeyo u banbaxay
يا الله سن مكرويس سو قرب تاعي كره لا أحد لكن والله ليه لدنا واحد وقعتان هاد بقى أذوق السد هذا سكر دكتور بدنا قنصة وحاء هاي ساقيمها وليه هذا بقرته وأتقدر كيسة سيسو ماشي سأد دكتور حرميسو أذوقنا حرمي شرف بعض يا لنس هدي أتقرن ويدنا تي أذوقنا قيمة يقدر يلنميس وحين هو باهنا ما أنت قرآن كوفا في أو برشدة وكباهي ولله الحمد والمنة إلهي وحلوه ما هذا قوي إنه قرآن كباهي أو مال في عن مرة يوحد تصالح إنه وقف في لمبا ده أنت هلك مساجد كسب وحسي سقط مت أو وضع معلم قرآن فلله الحمد والمنة لكن وحين هو باهنا هاي إنه تيينه أو إنه كتوسنانه وحين هاي نه أو إنه ذاتك قدوة يتصالح وقلنا قلنا عمل فلكيس يدق كيس أخلاق ديس أو معلم كقرآن كم معلم أنت كلك دوناده أرضي القرآن كنا أرضي ذا كلك دوناده ماشى القرآن كلوه يا نم إله كلك دوناته مركز أي في آخر ربع إن كنا إنه كقول إنسان إنه وحي إنه هاي إنه نيذي إننا إنه إنه هجات إنه ومهم أو ما أنت وحي إنه الله عصر أما وقتي الدنيا إنه هي ستودا دي ورا اللبا وعدك بتبادي أنا يشرين لكن هذنا دي وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين نفتي دي إن فيه نبوح أنا حسوسين إياه هذا إنه حسوس إنه هدف كأيان يذا كرد إنه لأجل الله وح الله وح كلاي مدون إننا يذا طبع إلهي بكينيا أو كاملة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سيرة كوبان إن شاء الله تعالى شيخا وحين أوبن دي دون على بس سؤالات وقت جايز كوبان أو جد سؤال شو كوبان وحي أرنا إسا وما هي ضوابط ويالا اوشا لالا دعيا مالغو غراعي لغو ادبيني ارضيغا سواشا لبادنا سيدا انكفهمي وحي تهاي معلن كارضيغا قرآن كحفتسيني واجب كسارا اينو ارضيغا قرآن كحفتسيني ما كغر دعيا مالين تاو ويميدون قدر كيو كربينو سيدا ربي وحفتسيني مثل سيادة على طبعين ومالين تالفت دوغو سيد ركيشة بالريوك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورطة أشا أروح أن قلت لنا يا واتلاؤون إن أشا اللي قدبوه وسائل كليلو قدبوه ومعناها أشا أرضي قوي إسكالاق بصدا يو قسرير كوحل إراس وميدارك قف كيو قسرير يا يو هدو هدد بودل دعضي هدان دحوال هدعين دي حجر كاسو تهجان ربو نقونا يا إلما هدي لغو أبا بيا ونقول إيا قو إيا قع ونوحكا للبارين مركا هورتا إن وسائل ككالي إيدير هجلينتا بشارينتا ديجيستا نبي غينو بدا وحا بشيرا ونديرا مركا كواناكسن إن لو بشاريو لدير هجليو وحلسيو قالينكا أما حبدا نعن عيد سيسو أي وحوينة وحويان مالين دويت بان فصل روضة أيان قلي روضة دواكو أقو يرير أرضي باسوك عايشو معلمة دا حبيدنا عن عاسي سي موكت انتو وحقرتي سوري معلم نعن عاسي ليسي يعني سيدو أقو فرح سيهي مركواتو سالاون حداد بوكو كان تكور حداد قلينو كان تكور حداد مصحفو كان تكور كان وحويان قرن واينة دي ديجيستا إيا تخويفكو إيا عبسي قلين تو وسائل كلي أي كود عكرا وحويان نص ساعه وحيابه وشعلاه ولا غير حكمه يو ونوع عقوبة هذا نشيل كيس يعني وحبة جارسيني مرك هرت يده تأوشة أوشة وحن أولى هاي نقول تلين يا هلاجتها هدي الله فصحى باش اللي ما كان ترولي كرو معلنك هو عرونا يا ما ضح يوم يشبوه كقدر فنيا تدد كمدارس تكاجده ويجرنا يا أنا كل إنت أسوق كيس بوك سومر يا مرك باش يا داني كان ترول لهين أنا هرت وحن كنت تليا هدي الله كرايو باش اللي يسكت دايو هدي الله بد منه نقطه een horta manaadiqda xasaaska ee dareen kale halaga ilaaliyo edey wax yeelan keenin karta in madax laga dhufto in aad dabarka jirka meelaha ay raadinayso ka ilaali halka baabacada inta badan raad badan ma yeelato kaga dhufo garaa cunaha noqdo darban gheera mubarrah oo de garaa ila sunayey qofka ahalkiis waxa lagu qeydey mid aan de bararinayn lafna aan jabinayn way waa darbu taadiib ninku ahalkiis haday daruuro noqoto darbigu ولتأديب ما هل الانتقام أرجوس ما هي وإدبن مركوينه نقطة ضربا غير مبرح وجه جنا أنا تكرد فندوا مكان كي شرفت ولا تضرب الوجه مركعين يسعبض أنا النقطة
أي نقطنا جراء أم بررينين لفتنا عن وحبي يلين شيركنا عن وحبي يلين أو إن يرو تشعك قصي صاد يكو فلا لكن هذا دسكو كلا عيدود إنت أود يقول عيد كتي جابي سيلمي تهدو وحبا كاغا يماني معلمين تون حقوق البارين تاوي هدو مامول كي يددك حفيز كتشوغون بعوليس كفرد عابان فلايا مركان معلنو أدوغونا النفط هذا ونحريصو مامول كاغا ونحريصو وإذا دوات قرانا سانو في الغالب والدك يعني استغوا كريو حنا خسرنا الكاكا سوق لا أوفيس كوكو بلا بيادي أوفيس كا قف كتشوجي مكتب كنا وح كوكو خصبيني ينوم ماذا حاول دكتو اللي استغى ما مل كي هاي بركان نفط هذه نون حريصو ما مل كا جنون حريصو لبعتها والسبب نرك على كل باشا أنتي للدين كريه هل يسكت دايو هدي لقى فرصة وعينة ده بالآداب تايا ضوابط ده الله إلاليو ووجه جيه ماله الشرف طلنا هلا جا إلاليو قعنت الصعب كاسون هلا جود دالو يا هنا النقطة دي ضربة غير مبرح. السؤال شلا بعد ما كوف فلانتا هاي درس عن مركها أم ريو ما يكون فيلا. إيك هديح الكسارين هي حل عروس. ودي كلكم راعي وكلكم مسؤول كوكم فيلا. لكن هذا حل بدن الكسارين وعي تايح يسد يسكرد. عشر كادو مرسا كوكم فيلا. مركا مركا الله صوك هو بو مركا تهي مسؤول هدف له ومال الصعدة. عشر كاديجا ساكوكم فيلا. إما كدت كم أديجا قف قف كده البدنية هاي ليل أسبوع قرية واجبات بو قرية مراجع بو تلمامية أنت صوت لوسينا يا مركا تم هذا كله تا هذا كسر رأيي مركا القرآن دي جايسو معلمها فصحين حتى وحلا ديجنين إن أطلب بلن تقعد وحدك تا وحكمت من الكمال حيث هذا مركا دور لما يسوي وقت إضافي جايسو هذا إن تكيسي هرو مراجع يسو ومن الكمال إن أدوح ويا وقتية إضافي وكبح سو وقت حيث هذا وصل ما يسو توام من الكمال مركا على كل ما حنكوضع معلم والبي سجايا قان ودين طور لي تبوس على سجايا قان لكن وين هدف كاجو النقضه حيصد إيه واجب ككسارا وحباك هودير هكوك عفتو من انتاس وحباك هودير وحوين ويا أرض جان إن أتصور سرت دونيس وحنقرنا يا معلمين جمعة سوعلية خميس سوعلية سو دوام كلامك قالت الضبضة صلاة الصبح بالغ يا باين وأرض جل بلامو هدي واجبك ما عمل أهان مركا شق النقضه دي واجب سارا ما لكن إسقى إستسارو دي هو مسؤول حلبة سارا وحدون يا أرض جنين وصوبحه مليه سوى أي موقدان وإله يوجد وادو مركا عشر كأطلق يسوع كبدي كبدا باكو سارا والله أعلم بارك الله فيك.